مرحبا، معكم سوى اللوحيذي. راح نكمل محاضرات الإميون اليوم، المحاضرة الثانية إن شاء الله. المحاضرة هاي حتكون شاملة لسلايدات الدكتورة كلامها، وبالإضافة لبعض الجداول والصور اللي ضفناها غيرنا شوي بترتيبها بحيث إنها تكون مفهومة أكثر وتستوعبوها بشكل أفضل. المحاضرة الماضية حكينا عن الـ innate والـ adaptive immune responses اللي هو الإشي الطبيعي والإشي المكتسب من الجهاز المناعة. اليوم راح نكمل بجزء المكتسب اللي هو الليمفوسايت ديفلوبمنت، نشوف كيف الليمفوسايتس بتنتج وتتطور، اوكي، كيف تتحرك مايجريشن، وين بتروح لوين، ايش الانتيجنز اللي بيرتبطوا فيها، الريسبتور جين ري ارينجمنت، يعني الريسبتورات تبعونها هنحكي عنهم اكثر وكيف بتكونوا وبيرتبطوا ببعض. فلو تتذكروا بالمحاضرة الماضية حكينا عن إنه في عنا receptors للأكوايرد إميون سيلز وفي عنا receptors للأدابتيف إميون سيلز. كانت الريسبتورز تبعت الأدابتيف إميون سيلز عددها كتير أقل، وهي fixed جاية بالجينات من أول ما ننولد بتكون موجودة معانا، لكن الريسبتورات تبعت الأكوايرد إميون سيلز حكينا إنها تتطور وبتزيد عددها يعني أثناء الحياة تبعتنا وكل ما كبرنا بالعمر. فايش الريسبتورز هدول، شو اسمائهم وكيف بتكونوا؟ اول اشي احنا بنحكي عن بي وتي سيل، صح؟ فالريسبتورز هدول موجودين اكسبريست، يعني بيظهروا على البي والتي سيلز. ايش بنسميهم؟ بما انها بي سيل فهي بي سيل ريسبتور، او التي سيل هو تي سيل ريسبتور، اوكي، على السيرفيس تبعونهم. اوكي، هدول الريسبتورز بحكي لك انهم ديتيرمين ذا انتيجين سبيسيفيسيتي of an individual lymphocyte. كل خلية lymphocyte T cell أو B cell، كل واحدة بتكون specialized، متخصصة بنوع واحد من الانتيجينات، مش ممكن إنها تهاجم أكثر من نوع من الانتيجينز. فهذا إيش اللي بخليها كتير specified هيك؟ هو الريسبتور تبعها، سواء ال B receptor أو ال T receptor تبعها، هو بخليها تكون antigen specific لكل خلية. A pool of different cells of variable specificities produced in all individuals. إيش معنى هذا الكلام؟ في عنا هون مجموعة من الخلايا بتنوجد في كل الناس، أوكي؟ Pool of different cells، مجموعة من الخلايا المختلفة الموجودة في كل الناس اللي بتتعرف على أنتيجينات مختلفة بأشكال مختلفة، أوكي؟ كل واحدة إلها speciality أو specificity مختلف عن الأخرى، تمام؟ هدول موجودين من الـ early life، يعني هدول تحكي شوي بيشبهوا تبعون الـ innate، أوكي؟ and formed continuously throughout life، بضلهم ينتجوا طوال الحياة، هذا اللي بيختلف. بس في معلومة مهمة نعرفها هون عنهم، إن هم it is not antigen dependent، ما بيعتمد على وجود الانتيجين عشان أنا أعمل هاي الخلايا المختلفة. أنا جسمي بيصنع مجموعة من الخلايا المختلفة، هو هيك randomly mutations معينة DNA بعمل له recombination بصفة الجينات بشكل معين بحيث إنه كون لي خلايا مختلفة بتتعرف على أنتيجينات مختلفة. فهدول نعتبرهم زي كأنهم البيس تبع المناعة في الجسم الإنسان قبل ما أنا أتعرض لأنتيجين. طيب بعدين إيش الإشي الأنتيجين ديبندنت اللي بيعتمد على وجود الأنتيجين؟ هذا اللي هو الإكسبانشن of one type، اللي هو تكثير وتوسع واحدة، نوع واحد من أنواع هاي الخلايا المختلفة، أوكي، بيعتمد على وجود أنتيجين. فأنا جسمي بيكون مجهز مثلاً خلية بهدول، واحدة منهم هي جاهزة إنها تقاتل، نحكي فيروس الكورونا، أوكي، جاهزة وموجودة من لما انخلقت وبضلوا موجودين، بس هي خلية واحدة أو يعني عدد قليل جداً، أوكي. هاي متى بتتكاثر وتعمل لي جيش إنه يهاجم الكورونا؟ لما جسمي يتعرض للأنتيجين اللي هو فيروس الكورونا نفسه، هيصير عندي expansion، راح تتكاثر، أوكي، هاي الخلايا سواء كانت بي خلية ولا تي
ليمفوسايت. اوكي، هاي العمليه بنسميها كلونال اكسبانشن. كلون معناها استنساخ، فكلونال اكسبانشن يعني انا عندي نسخ كثيره، عندي جيش. اوكي، فهي بتعتمد على وجود الانتيجن، هاي ما بتصير الا لو انا تعرضت للانتيجن. And each clone has cells with the same antigen binding specificity. بما انه هم مستنسخين، فكل كلون، كل جيش في خلايا ترتبط بنفس الانتيجن. تمام تمام اوكي. بحكي لك انه each human، كل انسان بيختلف عن الانسان الثاني بهدول الجيوش الموجودين عنده حسب ايش الانتيجنات اللي تعرض لها بحياته. has its own، هاي own clone of cells depending on what antigens invade his body. The total pool of receptors are capable of recognizing more than 10 different strains. يعني لو تتذكروا بالنيت حكينا النيت كان العدد كتير أقل من هيك، الريسبتورز تبعونه أقل جدا، فهذا بيقدر إنه يميز عدد أكبر بكثير من الريسبتورز هذول، يميزوا أنتيجينات مختلفة. عملية الهيماتوبويسيس اللي هي تصنيع بويسيس البلود سيلز، بتبلش عندنا من ستيم سيل. الستيم سيل هاي اسمها مالتي بوتنت. اوكي، هي يا من نوعين، يا اما بتكون مايلويد يا اما بتكون ليمفويد. من اسم ليمفويد فهي هتعمل لي بالنهايه الليمفوسايتس البي والتي والناتشرال كيلر سيل. لو بتتذكروا حكينا ان هي ليمفوسايت لكنها من الانيت اميونيتي. تمام، اما المايلويد فهم رح يعملوا لي باقي خلايا الدم. الإريثروبويسس بعمل لي ريد بلود سيل إريثروسايت، ثرومبوبويسس بعمل لي اللي هم ميجاكاريوسايت اللي بتطلع بليتلتس، الجرانيولوسايتوبويسس بتطلع لي الخلايا اللي فيها جرانيولز حبيبات اللي هم إيزينوفيلز بيسوفيلز ونيوتروفيلز، وآخر إشي عنا المونوسايت اللي بتطلع لي الماكروفيج بالنهاية. فهذا الكلام موجود هون. Hematopoietic stem cell give rise to two kinds of multipotent، تعطيني نوعين من المultipotent progenitor cells اللي هم واحدة بتعمل لي lymphoid lineage، واحدة بتعمل لي myeloid lineage. The common lymphoid وصلنا هون، okay. The common lymphoid progenitor شو بتطلع؟ gives rise to committed precursors، بتعطيني ال precursors تبعون T cell وال B cell، يعني خلايا T و B بدائية اللي راح يتطوروا بعدين. اما الكومون مايلويد بروجينيتور راح تعطيني ايش اللي حكيناهم شفناهم بالصوره، الاريثرويد اللي هم الار بي سيز الخلايا الحمراء، ميجا كاريوسايتس اللي هي الخليه الام اللي بتطلع لي بليتلتس الصفائح الدمويه، الجرانيولوسايت اللي بتطلع لي نيوتروفيل ايزينوفيل وبيسوفيل فيها جرانيولز فسميت بهذا الاسم، مونوسايت لينيج اللي هم بيعطوني الماكروفاجز بالنهايه. طيب الستيم سيلز، اوكي هاي الستيم سيل، اي شيء ستيم سيل يعني خلايا جذعيه، بيكون في عليها نوعين من انواع البروتين اكسبرس، بتشهر نوعين من البروتينات اسمهم CD34 وستيم سيل انتيجين 1. فشفنا خليه موجود عليها CD34 او انتيجين 1، شو بنعرف انه هاي خليه هي ستيم سيل. طيب هيماتوبويتيك سايتوكينز كولد كولوني ستيميليتنج فاكتورز، هاد عباره عن نوع من انواع السايتوكينات. اوكي، بروتين شو اهميته؟ كولوني من كولوني معناها زي عشيرة أو قبيلة، أوكي مش عارفة إيش الوصف بالضبط الحرفي بالعربي. أوكي، stimulating يعني بحفز factors، وهم بحفزوا لي عشان يعملوا لي عشيرة قبيلة من الخلايا المعينة. أوكي، إيش أمثلتهم هدول كولوني stimulating factors؟ الجي CSF كولوني ستيميليتنج فاكتور، G يعني جرانيولوسايت يعني بيطلع لي جرانيولوسايت بالنهاية، أو M كولوني ستيميليتنج فاكتور بيطلع لي مايلويد سيلز، أو مثلا GM بيطلع لي جرانيولوسايت مونوسايت. أوكي، كولوني ستيميليت هاي CSF هي كولوني ستيميليتنج فاكتور. أوكي، فهذولا إيش وظيفتهم؟ إنهم يعملوا ديفرنشيشن، تمايز وماتشوريشن، يعني يطوروا ويخلوها تبلغ هاي الخلايا حسب الإشي اللي احنا بدنا اياه. من هون حنكمل نحكي شوي عن التي سيل ريسبتور والبي سيل ريسبتور قبل ما نكمل الديفلوبمنت تبعت البي والتي سيلز ذيم سيلز. فحنبلش نحكي عن تي سيل ريسبتور اسمه الفا بيتا. لو نتفرج هون على الصوره، هذا الريسبتور اللي هو التي سيل ريسبتور من شو مصنوع؟ نتفرج هون، في عندي الفا تشين وفي عندي بيتا تشين. اوكي، هدول الالفا تشين والبيتا تشين
هم بيكونوا تي سيل ريسبتور. في عندي مصطلح هنا اسمه كومبليت تي سيل ريسبتور. لو سألتنا كومبليت تي سيل ريسبتور من ماذا يتكون، فإحنا لازم نعرف إنه بيتكون أول إشي من الألفا والبيتا تشينز اللي حكينا عنهم، ألفا وبيتا تشينز، زائد إشي اسمه زيتا تشين، زائد تنتين تو سي دي 3 سيجنالينج بروتينز. السيجنالينج بروتين هاد هو عبارة عن بروتين وظيفته إنه يربط وينقل المسج جوا الخلية، بيكونوا هون يعني، أوكي؟ هدول البروتينات بياخدوا المسج من الريسبتور وبيدخلوها لجوا الخلية. ففي عندي مع التي سيل ريسبتور في عنده اثنين سيجنالينج بروتينز اسمهم CD3. فوجود هدول الثلاث أشياء اللي هم ألفا بيتا تشينز مع زيتا تشين مع CD سيجنالينج بروتين مع بعض بعملوا لي كومبليت تي سيل ريسبتور. أوكي، نحكي عنه أكتر. تي سيل ريسبتور مصنوع من variable region و constant region. شو يعني variable؟ معناها متغير، أوكي؟ constant معناها ثابت. فبنفهم إنه هاي المنطقة من الريسبتور هي ثابتة موجودة فيهم كلهم نفس الشيء. variable هاي هي اللي بتتغير. تقولي طب بالكم ليه بتتغير؟ ما هي اللي راح تربط عندي بأنتيجين هون، صح؟ ف كل ما تغير عندي شكل الانتيجين بده يربط فيه شكل ريسبتور مختلف، عشان هيك variable تتغير حسب الانتيجين اللي بتربط فيه. اما هاي الكونستانت فهي كونستانت. طيب في عندي هنا منطقة صغيرة، هاي شو بدي اسميها؟ بدي اسميها هنج. هنج معناها مفصل، اوكي؟ فهي زي كأنها المفصل هنا الهنج. بعدين في عندي منطقة هاي بنسميها ترانس ميمبرين ريجن، لانها داخل الممبرين، اوكي؟ فهي ترانس ممبرين. وعندي اخر اشي المنطقة الصغيرة هاي نسميها التيل، اوكي؟ سايتوبلازميك تيل، لانها زي الديل نازلة لتحت. فايتش تشين كونستيتيوتس اوف وان فاريبل. كل تشين الالف سواء الفا لحالها والبيتا لحالها، كل واحدة منهم تتكون من واحدة فاريبل ريجن، واحدة كونستانت ريجن، و هنج وترانس ميمبرين ريجن وتيل. اوكي، بس نعرف هنا انه التشينز وحده اسمها الفا وحده اسمها بيتا، اوكي؟ واحفظوا شو هم اجزاء كل وحده منهم. طيب التي سيل ريسبتور هذا شو دوره؟ يربط بايش؟ هي عندي انا هنا تي سيل طالع منها تي سيل ريسبتور، ربط هون بشيء شو بنسميه؟ بنسميه ام اتش سي، اوكي؟ MHC هو نوع من أنواع الريسبتورز موجود على الأنتيجين presenting cell زي الماكروفاج اللي هي بتشهر لي الأنتيجين اللي من برا، أوكي؟ ماكروفاج حتشهر لي بروتين معين على MHC، MHC هو اللي حيربط بالT cell receptor. فTCR that specifically recognize peptide MHC complex. إيش يعني peptide MHC؟ MHC هو الريسبتور رابط ببيبتايد، هاي زي ما احنا شايفين هون بالصورة، في عندي ريسبتور رابط ببيبتايد، هذا الكومبلكس هو اللي بيربط عندي بالتي سي ار. طيب في بالريسبتور هاد كمان في اشي بنسميه هايبر فاريبل ريجن، اوكي؟ هايبر فاريبل ريجن يعني هي مش بس فاريبل، مش بس بتتغير، لا هي هايبر كتير بتتغير. هاي اللي هي بتكون اكثر اشي فوق هون. طيب هايبر ريجن اون انتيجين بايندينج سايت، موجوده على الانتيجين بايندينج سايت، محل ما احنا بنربط الانتيجين، على التوب اوف بوث الالفا والبيتا، على راس الالفا والبيتا فاريبل ريجن، اوكي؟ هاي كم سايت لها؟ في لها 3 سايتس. الهايبر فاريبل ريجن لها 3 سايتس، اوكي؟ فهذا بالمختصر هو التي سيل ريسبتور شكله. ميز انه مثلا هايبر فاريبل ريجن هي مش لازم تكون موجوده عشان نحكي هذا كومبليت تي سيل ريسبتور، هي مش من هدول الثلاث اشياء. بعد ما خلصنا حكي عن التي سيل ريسبتور نيجي نحكي عن البي سيل ريسبتور. هذا هو شكل البي سيل ريسبتور، بيشبه شو؟ بيشبه الانتي بودي. هو فعليا انتي بودي، هو نوع من انواع الانتي بوديز، لكنه بيرتبط على الخليه البي سيل. من شو بتكون؟ حيتكون عندي برضو من two chains، هناك سميناهم ألفا وبيتا، هون حنسميهم heavy chain لأنها طويلة وكبيرة ثقيلة، و light chain لأنها خفيفة. وكل واحدة من هدول chains برضو رح تتقسم لي ل variable region اللي هي بتتغير،
والكونستانت ريجن اللي هي الثابتة، وفي عندي كمان الهنج اللي هو المفصل اللي بربط بين هدول المنطقتين. اوكي تمام. هذا الانتيبودي كمان بده سيجنالينج مولكيولز. كيف هناك كان في عندي سي دي 3 سيجنالينج مولكيول اللي هي اللي بتوصل المسج، هون في بيرتبط جنب بالخليه، في من تحت هون بيكون في جنبه من هون ومن هون اثنين سيجنالينج مولكيول سميناهم اي جي اي واي جي بيتا، اي جي الفا واي جي بيتا. نقرا the complete، هذا complete بيتا lymphocyte antigen receptor، complete B lymphocyte receptor، من شو بتكون؟ is a transmembrane antibody molecule. هو أول إشي عبارة عن transmembrane antibody molecule، فهو antibody مصنوع من two heavy و two light chains. صفت عندي أربعة، أوكي؟ تنتين heavy وتنتين light. وإيش معهم؟ معهم two signaling chains اسمهم IG alpha وIG beta. فهدول أربع أشياء هم اللي بيصنعوا لي البي سيل ريسبتر. طيب في عنا كمان هنج ريجن المفصل، في عنا ترانس ممبرين بورت اللي بدخل بالممبرين، في عندي فاريبل ريجن زي ما حكينا هي اللي بتربط عند انتيجين بايندينج سايت، في عندي هايبر فاريبل ريجن نفس التي سيل، اوكي، او بنسميها سي دي بي، سي دي سي دي ار، سي دي ار معناها complementarity determining region. اوكي سواء حكينا لكم هاي او هاي فاحنا نعرف انه هي شو هي الهايبر فاريبل ريجن، هي موجوده بالفاريبل عباره عن ثلاثه سايتس. اوكي في عندي كونستانت ريجن تبعت اللايت تشين، هاي اللايت تشين فيها كونستانت ريجن صح، الكونستانت ريجن تبعتها بتكون من نوعين، يا إما إشي اسمه كابا يا إما لامدا بروتين. أوكي في إلها بس نوعين، هي صح كونستانت ثابتة لكن هي نوع من نوعين، يا إما لامدا بروتين يا إما كابا بروتين. طيب أما الكونستانت ريجن تبعت الهيفي تشين، كونستانت تبعت الهيفي تشين، فهي واحد من خمسة، أوكي واحد من خمس بروتينات. هدول الكونستانت ريجنز اللي هون متصنعوا من خمسة ريجنز، يا إما بنسميها كونستانت جاما من اسمها جاما، فهي لو كانت موجودة في الانتيبودي معناته هذا الانتيبودي شو حيكون اسمه؟ حيكون اي جي جي، الجي هون ترمز الى جاما. اوكي طيب لو ممكن تكون هاي الكونستانت، الرقم الثاني ممكن تكون دلتا، لو كانت دلتا معناته ايش بيكون نوع الانتيبودي؟ بده يكون اي جي دي، دي دلتا، او ممكن تكون كونستانت ابسيلون، إبسيلون معناته اي جي اي، ممكن تكون الشيء الرابع كونستانت ميو، ميو فهي اي جي ام، ممكن تكون كونستانت الفا يعني اي جي اي. فور بي سي ار للبي سيل ريسبتور الكونستانت از ميو للاي جي ام. شو يعني هاي المعلومه؟ هلا هذا الحكي هو ان جنرال للانتيبوديز، عشان انا يكون عندي انتيبودي اي جي جي اي جي ام اي جي دي، حنحكي عن الفرق بينهم بعدين. رح تكون باختلاف الكونستانت ريجن حسب كونستانت ريجن جاما دلتا ابسيلون وات ايفر. اما الانتيبودي اللي بيكون موجود على ظهر البي سيل، هي بي سيل وفي عليها هون انتيبودي صح، اللي هو رح يعمل لي الريسبتور، هذا دائما وابدا بيكون نوعه اي جي ام، الاي جي ام هو اللي بيكون على ظهر البي سيل اوكي كريسبتور. فايش حيكون نوع الكونستانت ريجن فيه؟ حيكون ميو، ميو ام. في اسماء ثانيه سميناها للانتيبودي، شيء اسمه فاب ريجن وشيء اسمه اف سي ريجن. الفاب ريجن هي هذا الجزء اللي فوق اللي هو بنسميه فراجمنت انتيجن بايندينج، النص اللي بيربط بالانتيجن، اما النص التحت اللي بعد الهنج اوكي بنسميه اف سي يعني فراجمنت كريستالايزابل، اوكي اف سي هذا اف سي هذا اف جي سوري فاب هذا اف فاب. اوكي السي دي ار حكينا اللي هي الهايبر فاريبل ريجن اللي هي كومبلمنتاريتي ديتيرمينينج ريجن، اوكي هي هايبر فاريبل اللي هي موجوده هون بالفاريبل. هاي صورة بتوضح السيجنالينج مولكيول، السي دي 3 بالتي سيل ريسبتور،
هذا عندها الريسبتور صح، وهذا الام اتش سي، هاي هي السيجنال مولكيول السي دي 3 الربطه، وهذا ناحيه البي سيل. بي سيل في عندي انتي بودي او اللي هو الريسبتور تبعها مربوط باثنين سيجنال مولكيولز اللي هم اي جي الفا واي جي بيتا عشان يعملوا لي سيجنال ترانسدكشن عشان يوصلوا المسج لجوا الخليه. كيف بيصير عندي الانتي بودي؟ هاد حكينا الكونستنت ريجنز في لهم، حكينا ايش هم، يا اما مثلا لامدا وكابا بالتي سيل، يا اما اللي هم دلتا ابسيلون وما الى ذلك في البي سيل. طب الفاريبل ريجن من شو بتتكون؟ هي اسمها فاريبل، معناته هي بده يكون اشياء مختلفه كل مره تختلف عشان ترتبط بانتيجين معين. هذا الاشي بيصير عن طريق اشي اسمه سوماتيك ريكومبينيشن او دي ان اي ريارنجمنت. ايش اللي بيصير؟ انا عندي هاي الدي ان اي، اوكي، هاي من 5 برايم ل 3 برايم، هذا دي ان اي. هذا الدي ان اي في عليه جينات مختلفه زي ما احنا شايفين هون. هاي الجينات المختلفة أنا ممكن أختار منها أشياء، كل مرة بختار بطلع لي ريسبتور معين variable region مختلفة، فيعني حسب الأسس فاهمين كيف ممكن إنه يطلع عندي عدد مهول من ال regions ال variable المختلفة. ف إيش الأشياء هاي اللي بيصير فيها recombination؟ recombination يعني إعادة ترتيب. لكن فانكشنال ريسبتور، الريسبتور اللي بده يشتغل صح سواء تي سيل او بي سيل اوكي او انتي بودي، ار كرييتد ديورينج ماتوريشن، بتكونوا في واحنا عايشين فعليا يعني بصير لهم ماتوريشن اوكي، بشيء اسمه سوماتيك ريكومبينيشن او دي ان اي ريارنجمنت. طب هدول لشو بصيروا؟ بصيروا لاربع جينيتك سيجمنتس، اربع انواع من الجينات. في سيجمنت اسمه في اللي هو يعني variable، في segment D diversity، J joining، و C constant. اوكي طيب ال C constant خلص حكينا عنهم، هم الخمس options هدلاكا بال B cell و 2 options بال T cell. بس ايش مشان هدول V D J؟ هدول هم اللي موجودين عندي على DNA اللي انا لو اخربط اماكنهم اخذ منهم اشياء مختلفة هيطلع عندي variable region مختلفة. اوكي بيختلفوا بين اللايت تشين والهيفي تشين. اللايت تشين بتعتمد بس تاخد V و J، والهيفي تشين تاخد بس V D J عشان هيك هي heavy ثقيلة انه فيها ارقام اكتر. اوكي فهاي المنطقة من ال DNA V نعتبر فيها جينات مثلا 1000 جين، انا بدي اختار من هدول ال 1000، والجي فيها 1000 واحد، انا بدي اختار من هدول ال 1000. فالريكومبينيشن إعادة الترتيب هاد مع هاد أو هاد مع هاد أو هاد مع هاد أشياء مختلفة أوكي، بالإضافة للكونستانت ريجن هون وهون بيطلع لي بالأخير بأنتيبودي بيختلف عن أخوه الأنتيبودي الثاني، أو تيسل بيختلف عن ريسبتر عن تيسل ريسبتر الثاني حسب الري أرينجمنت والريكومبينيشن إعادة الترتيب اللي صار. أوكي سو الكونستانت ريجن للبي سيل ريسبتور في كونستانت لللايت تشين حتكون يا اما كابا يا اما لامدا، وفي كونستانت للهيفي تشين اللي هي لو كان اي جي ام حتكون كونستانت ميو وغيره من الانتي بوديز المختلفه. طيب ليش على التي سيل ريسبتور؟ الكونستانت ريجن للتي سيل ريسبتور حيكون يا اما سي بيتا يا اما سي الفا حسب احنا بنحكي عن البيتا تشين او عن الالفا تشين. الديفلوبمنت تبعت ال VDJC recombination انا حيصير عندي هذا ال variable region وهذا ال constant region بده يتبدلوا او انه يعني ياخذوا ترتيبات مختلفه اوكي بنسميها recombination. هاي البروسيس بتصير early كثير بدري عشان تصنع لي T cell beta chain او B cell heavy chain. اوكي فال heavy chain بال B cell وال beta chain بال T cell بيستعملوا VDJ recombination، نحفظ انها VDJ. اما اللايت تشين والالفا تشين، لايت بالبيتا والفا بالتي، بيستعملوا VJ recombination اوكي VJ فقط. فهي هيهم بشكل مرتب اكثر، التي سيل الالفا تشين والبيتا تشين، الكونستانت ريجن والفاريبل ريجن. كونستانت ريجن للالفا تشين بالتي سيل
هي عبارة عن constant alpha، أما للبيتا تشين هي عبارة عن constant beta. طيب الـ variable region للألفا تشين هي VJ recombination، أوكي؟ يعني الـ V ممكن تكون جين من بين آلاف الجينات، والـ J ممكن تكون جين من بين آلاف الجينات، بحيث إنهم بالنهاية بيرتبطوا مع بعض وبيعملوا لي شكل معين بربط بأنتيجين معين. فبالنهاية حيطلع عندي الـ DNA recombination، حيطلع عندي للألفا تشين VJC ألفا، وللبيتا تشين حيطلع عندي VDJC بيتا، لأنه حكينا البيتا تشين تاخد دي زيادة، الألفا بس بدون دي. والبيت سيل نفس الكلام، بس الكونستنت ريجن باللايت تشين لها نوعين، يا إما كابا يا إما لامدا. بالهيفي تشين اللي هم اللي حكينا أسمائهم هدول وحسبهم بصير عندي نوع الأنتي بودي المختلف. الفاريبل ريجن حكينا لللايت تشين اللي هي بي جي فقط، هيفي تشين هي أثقل فحتاخد أرقام أكثر أحرف أكثر اللي هي بي دي جي، أوكي؟ الريكومبينيشن حيصير عندي يا إما مثلا في جي سي كابا في جي سي لامدا، أوكي؟ الفي جي طبعا بيختلفوا يعني في 1 في 2 في 3 في 4، فبالنهاية بيطلع عندي أنواع كثيرة جدا من الريسبتورز التي تربط بالأنتيجينات المختلفة جدا. نفس الكلام في عندي للهيفي تشين. نبلش بالليمفوسايت ديفلوبمنت فعليا، كيف بتنتج الليمفوسايت؟ الخطوة رقم واحد حتبلش من الستمسل الخلية الجذعية، وين؟ بالبون مارو. نحفظ جيدا الترتيب، بون مارو، اوكي. ايش اسمها؟ اسمها هيماتوبويتك ستمسل، اوكي، يعني هي خلية جذعية مخصصة بتصنيع خلايا الدم. فهاي الخلية شو بتعمل؟ give rise to common lymphoid progenitor، بتعطيني الليمفويد بروجينيتور، لانه محاضرتنا اليوم عن كيف بنصنع الليمفويد سيلز مش المايلويد. فعطتنا الليمفويد بروجينيتور، هاي الليمفويد بروجينيتور حتعطيني ثلاث انواع من الخلايا، حتعطيني برو بي سيل، حتعطيني برو تي سيل، والناتشرال كيلر سيل. هدول التنتين يعتبروا ادابتيف اميون ريسبونس، هاي تعتبر انيت اميون ريسبونس، اوكي. هلا كل وحده من هدول في لها فيت، في لها حياه ونهايه مختلفه عن الاخرى. البرو بي وين بدها تروح؟ سوري، البرو تي من اسمها تي، فبدها تروح على الثايموس، فمايجريت بتهاجر الى الثايموس اللي هي الغده الزعتريه، and may commit to either the الفا بيتا او دلتا جاما تي سيل لينجز. بعد ما راحت على الثايموس حتتحول يا اما لا الفا بيتا تي سيل يا اما لا جاما دلتا تي سيل، في عندي هذول النوعين من اللينجز من خطوط الخلايا. اما البرو بي حتضلها عندي بالبون مارو، بي بون مارو، اوكي. بعد هيك حتيجي عندي البرو بي والبرو تي كل واحدة في مكانها، حيصير لها بروليفريشن يعني حتتكاثر in response to cytokine IL-7. نحفظ IL-7 ايش هدفه؟ انه يخلي البرو بي والبرو تي يتكاثروا، بروليفريت. طيب ثالث اشي حيصير في عندي إيش اسمه بري بي وبري تي، بيختلف عن برو، أوكي؟ البرو هي أقدم إشي إماتشور أكثر من البري. بري بي وبري تي are formed، كيف بنعملوا؟ متى؟ إنه هدول الخلايا بس يعملوا half of the receptors، نص الريسبتور، لسه ما حطوا على راسهم ريسبتور كامل، بيعملوا نص الريسبتور فقط، بتصير اسمها بري بي أو بري تي. الخطوة الرابعة إنه أنا راح أختار الـ good pre cells، الخلايا pre T و pre B المناح، أوكي، اللي بلشوا يعملوا لي ريسبتور، هم عملوا نص الريسبتور بعدين بلشوا يكملوه، فأنا راح أختارهم هدول. الخطوة الخامسة مهم نعرف الـ formation of the whole receptor، لما أنا أصنع الريسبتور كامل، أوكي، على ظهر الخلية، هاي حتخلي الخلية اسمها immature cell، حتصير اسمها خلية immature، اوكي؟ لما نوصل لمرحلة انه انا في عندي ريسبتور كامل عليها. هاي البروسيس is repeated million of times throughout life، بتتكرر ملايين المرات في الحياة. طيب selection events that preserve immature cells that have produced functional antigen and eliminate potentially dangerous cells. ايش يعني؟ بعد هاي المرحلة انا وصلت لعند الماتشور سيل، انا بدي اخليها ماتشور. كيف بدي اخليها ماتشور؟ انه انا راح اختار الخلايا اللي صنعت هول ريسبتور، اوكي،
بس هو الريسبتور يكون فانكشنال يعني بيشتغل صح، اوكي بيرتبط بالانتيجين صح، فانا راح اختاره وراح اعمل اليمينيشن، راح استثني الخلايا اللي عملت لي ريسبتور دينجرس. اوكي اللي ايش يعني دينجرس؟ متى بيكون هذا الريسبتور خطير سيء لإلي؟ لما هذا الريسبتور يرتبط بالسلف انتيجنز، يرتبط بالانتيجينات تبعت جسمي. انا طبعا ما بدي خلايا المناعه تبعتي ترتبط بخلايا جسمي، فمشان هيك هدول الخلايا بعملهم اليمينيشن، ما بدي اياهم. فالخلايا اللي بقيت عندي من هاي عمليه السلكشن هي بنسميها الماتشور سيلز. اوكي طيب وصلنا للماتشور سيل. الماتشور سيل هاي بالخطوة السادسة راح يصير لها differentiation. شو يعني differentiation؟ يعني تمايز، اوكي، للماتشور تي سيلز into functionally and phenotypically distinct subpopulations. يعني راح يصير لها تمايز ل subpopulation، يعني اجزاء من ال populations اللي بتكون functional تشتغل صح، وphenotypically لها اشكال مختلفة تعمل لي عوائل نحكي جوا هاي العشيرة. طيب التي سيلز ديفلوب انتو تي سيل، احنا بنحكي حاليا عن تي سيل، راح تتطور ل سي دي 4 اللي هي تي هيلبر، بدنا نحفظ انه 4 يعني هيلبر، سي دي 8 يعني تي سايتوتوكسيك، اوكي نحفظ انه 8 هي سايتوتوكسيك، هدول التنتين الفا بيتا يعتبروا. فهدول هم السب بوبيوليشنز اللي صاروا موجودين عندنا. اوكي وين هذا الحي كله بصير؟ بالثايمس، لانه حكينا اصلا احنا انتقلنا من البومر الى الثايمس، هذا الكلام بصير بالثايمس. طب migration of mature cells to peripheral lymph nodes بعد الثايمس، راح يروحوا هدول الماتشور سيلز اللي عملوا لي سب بوبيوليشنز لوين؟ لللمف نودز. And they are activated by macrophages. هناك الماكروفاج راح تيجي تعمل لهم activation، تفعلهم انهم يبلشوا شغل. هاي العملية بنحكي عنها اخر المحاضرة. And DC اللي هم الدندريتك سيلز، برضو هدول التنتين نوعين من الخلايا اللي بيعملوا presentation للانتيجين، بيشهروا الانتيجينز على ريسبتور خاص اسمه MHC. Binding of lymphocyte to antigen lead to proliferation. لما هاي السل ارتبطت بالانتيجين الموجود على MHC الموجود على الماكروفاج، ايش حيصير لها؟ حيصير لها proliferation، حتتكاثر. هذا الاشي اللي بنسميه clonal expansion اللي حكينا عنه اول المحاضرة، انه انا راح يصير عندي جيش كامل من خلايا مستنسخين. اوكي لهذه العملية اللي حكينا هي antigen dependent، تعتمد على وجود الانتيجين اللي هو بعد ما نرتبط بالماكروفاج. اوكي بصير عندي differentiation، تمايز لسه اكثر واكثر لإشي بنسميه effector T helper. الإفكتور يعني من اسمها هي بتشتغل، اوكي إلها effect، إلها تأثير. فإفكتور T helper cell هاي ما بتطلع عندي غير متى؟ غير بعد ما ارتبط بالانتيجين المعين ويصير لها activation. اوكي او effector cytotoxic T. اوكي سايتوكسيك هذول كل وحده لها وظيفه معينه حنحكيها بعدين، او ممكن انه لو احنا بنحكي عن بي سيل انه تصير بلازما سيل، تتحول لبلازما سيل عشان تطلع لي انتي بوديز او ميموري سيل بالنهايه. فالليمفوسايت ماتشوريشن ببلش عندنا حكينا من ستيم سيل موجوده بالبون مارو، بتصير برو ليمفوسايت سواء تي او بي سيل، بعدين هاي البرو بتصير بري. اوكي بصير عنا selection of cells that express pre-antigen receptors. بعد ما عملنا selection حتصير immature lymphocyte صح؟ بعدين هاي immature برضو شوفوا هون كيف عندي أنا الانتيبودي الريسبتور مش كامل، مش معمول بشكل كامل. بعدين لما تعمله يصير كامل حتصير mature cell، والmature lymphocyte بعدين حتروح عندي ده peripheral lymphoid tissue عشان تعمل interaction مع macrophage وتشتغل شغلها. تي سيل ديفلوبمنت، تي سيل بريكيرسورز او بنسميهم لهم اسم ثاني برو ثايموسايتس، هذولا بينجذبوا للخليه الثايمس عن طريق فاكتورز معينه بتطلعهم الثايمس.
فار اتراكتد يجذبوا الى الثايمس فروم ذا بون مارو عن طريق كيموتاكتيك فاكتورز اللي هم فاكتورز بيعملوا لنا جذب كيموتاكسس سكريتد من مين بيطلعوا من الثايميك ابيثيليال سيلز. اوكي فوصلت البروثايموسايت الى الثايمس من وين؟ من البون مارو. هاي البروثايموسايت هيها التي سيل بريكيرسور هي ما في عليها ولا اي انتيجين من هنا، ما في عليها تي سيل ريسبتور، ما في عليها سي دي 8، ما في عليها سي دي 4. الشيء الوحيد اللي حيكون موجود عليها هو الريسبتور اللي بيميز انه هاي تي سيل اللي هو بنسميه سي دي 3. لما تشوف سي دي 3 على خليه بنعرف انه هاي الخليه هي تي سيل مش تي سيل. ف the prothymocytes are TCR negative ما في عليهم T-cell receptor, CD3 positive في عليهم CD3, CD4 negative ما عليهم 4 وما عليهم 8. اوكي فعشان هم ما عليهم لا 8 ولا 4 بنسميهم double negative. double negative ما في 8 ما في 4. بوصل عند the subcapsular area of the thymus يعني تحت الكبسول بشوي صغيرة، لسه ما دخلوا للكورتكس وما دخلوا للميدلة. اوكي هلا بس يروحوا للكورتكس ايش حيصير لهم؟ رح يجي عليهم الريسبتورز الاثنين CD8 والCD4. اوكي هذا بالكورتكس. بعدين بالميدلا انا رح اتخلص الخليه رح تتمايز تصير تحكي عندي لا والله انا بدي اكون سايتوتوكسيك تي سيل، فانا بدي يكون عندي بس CD8. اوكي CD8 سايتوتوكسيك. واحده ثانيه حتيجي تحكي انا بدي اكون تي هيلبر، حيضل عندها CD4. اوكي فهي كانت هون دبل نيجاتيف، هون صارت دبل بوزيتيف، هون خلص صارت يا اما سي دي 8 يا اما سي دي 4. طيب الدبل نيجاتيف سيلز هدول ممكن يروحوا ياخذوا لنا باثوي اخر. هون هم كلهم هدول نسميهم الفا بيتا تي سيل لينيج. اوكي ممكن هم يقرروا يكونوا لا بدهم يكونوا جاما دلتا تي سيل لينيج. ف some double negative cells productively rearrange gamma and delta chains. بروح بعملوا لي التشينز تبعونهم يكونوا جاما ودلتا عشان يكونوا بالنهايه جاما دلتا تي سيلز. طبعا هذا الرقم كثير اقل من الخلايا اللي بتصير الفا بيتا، هذول 10% فقط، اما 90% بيصيروا الفا بيتا. بالكورتكس حكينا شو حيصير عندنا؟ حيصيروا دبل بوزيتيف صح؟ فالتي سيل ريسبتور بيتا تشين بروتين اكسبريسد اون ذا سيل سيرفيس فيرست. البيتا تشين بروتين هو هذا اللي بيرتبط اول شيء باي دي ان اي ريكومبينيشن، حكينا ال في دي جي بيتا كونستانت سيجمنت حكينا هذا الحكي، ان اسوسيشن وذ ان انفاريانت بروتين مع بروتين مش معروف اسمه بري تي الفا، عشان يصير عندي ايش اسمه بري تي سيل ريسبتور. اوكي انا لسه ما صار عندي تي سيل ريسبتور، لا بنسميه هذا بري تي سيل ريسبتور. هو عباره مصنوع من شو؟ المفروض انه هي الفا وبيتا، هذا بيكون مصنوع من تي سيل بيتا. اوكي هذا بنعمل، والالفا ما بنعمل، بنعمل لي بري الفا، اشي لساته ما كمل ما صار الفا كامل. اوكي بعدين سي دي 3 وزيتا بروتين ار بريزنت على البري تي سيل as signaling molecules. مش احنا حكينا ان احنا بنحتاج اربع اشياء عشان تكون كومبليت تي سيل ريسبتور؟ الاشي رقم واحد هو البيتا تشين، الاشي رقم اثنين هو الالفا تشين، الاشي رقم ثلاث هو سي دي 3، واربع هو الزي بروتين. هدول كلهم موجودين حاليا ما عدا هذا هو بري الفا مش الفا كامل، فبنسميها بري تي سيل ريسبتور. طيب ذن الفا تشين جين ري ارينجمنت، بعدين بشتغل عندي الري ارينجمنت تبع الالفا. اوكي فبصير عندي الفي جي كونستانت الفا اللي حكينا عنهم، فبصير عندي التي سيل ريسبتور الاماتشور بالاماتشور تي سيل. اوكي ف هيك صار عندي تي سيل ريسبتور مش كامل لسه، فاحنا اماتشور تي سيل. طيب كومبليت تي سيل ريسبتور ان الفا اند بيتا تي سيل اند سي دي 3، حكينا هاي المعلومه انه كومبليت لما يكون هاي الاشياء موجوده. ات ذا سيم تايم بوث سي دي 4 وسي دي 8 ار اكسبوزد. هون بالكورتكس حكينا حيجي عندي سي دي 4 حيجي عندي سي دي 8، فعشان هيك بسميها شو دبل بوزيتيف، بس لكنها شو اماتشور سيل لساتها اماتشور. خلينا نشوف هون التي سيل بما اننا بنحكي عنها، في عندي البيتا تشين وفي عندي الالفا تشين وفي عندي هاي الزيتا سيجنالينج مولكيول وفي عندي سي دي 3 سيجنالينج مولكيول.
اوكي سو الاماتشور تي سيل هاي انا بدي احولها لماتشور، حكينا هنعمل سيلكشن للريسبتورز اللي بتشتغل بشكل صحيح عشان تصير ماتشور، صح؟ ايش هذا السيلكشن بصير؟ في عندي نوعين من سيلكشن، بوزيتيف ونيجاتيف. البوزيتيف سيلكشن انه انا بدي اتاكد من انه هذا الريسبتور بيربط بالام اتش سي، بتتذكروا الام اتش سي اللي هو موجود على الانتيجين بريزنتر سيلز؟ اوكي هو ريسبتور بيحمل بروتين، ف انا هدفي بالتي سيل ريسبتور انه يربط على الام اتش سي. اوكي فاي خليه بتربط على الام اتش سي انا بخليها، هذا بنسميه بوزيتيف سيلكشن. اوكي بوزيتيف سيلكشن بيصير لمين؟ للدبل بوزيتيف سيلز اللي هم سي دي 4 وسي دي 8. اوكي هي بروسيس ذات بريزيرف، بتخلي الخلايا اللي ريكوجنايزز سيلف ام اتش سي اللي بتربط بالام اتش سي تبع الجسم. طيب هاي positive selection. ايش النيجاتيف سيلكشن؟ النيجاتيف سيلكشن انه انا رحت ربطت على الام اتش سي اللي مطلع لي انتيجينات للجسم، فهون رحت هاجمته، هاجمت خلايا الجسم بمعنى اخر. هذا الخليه التي سيل هاي ما بدي اياها لانها هاجمت جسمي، فهون بعمل نيجاتيف سيلكشن، بتخلص من الخلايا اللي بتهاجم الجسم. Negative selection of double positive is the process of which phagocytes, okay, whose T cell receptor bind strongly to self peptide antigen. طبعا هون phagocyte معناها شو؟ معناها اللي حكينا اللي هي T cell. okay, T cells phagocytes اللي T cell receptor تبعها ربط بشكل قوي مع peptidات self مع جسمي أنا. اوكي بشكل قوي، هذول ما بدي اياهم. اوكي فهذول بدي الغيهم من حياتي، راح اعملهم نيجاتيف سيلكشن واقتلهم. اوكي طبعا هذا السيلف بيبتايد بيكون مشهر على الام اتش سي، السيلف ام اتش سي. اوكي هذول نعملهم ديليشن او بنحولهم لتي ريجولاتوري، نوع من انواع التي سيلز هي الريجولاتوري، بنحولهم لتي ريجولاتوري. اوكي طب هتحكوا لي والله يا صبا انا من وين الام اتش سي هاد جوا الثايموس بده يروح يطلع لي خلايا جسم؟ اوكي هو يعني حيشهر بعض البروتينات الموجوده بجسمي، بس وين؟ جوا الثايموس. حيشهر هذا التي سيل ريسبتور على اساس يعملها امتحان تيست يشوفها هل راح تقتلها ولا لا. فبحكي لك انه هون في عندي جوا الثايموس نفسها في جين بيطلع لي خلايا من كل انواع خلايا الجسم الموجوده بالاورجانز المختلفه، بس هذا دوره انه يعمل امتحان للتي سيل ريسبتورز يشوفهم هل راح يهاجموا خلايا الجسم هاي المختلفه ولا لا. هذا الجين اسمه اير. اوكي ففيردر تشيك بوينت، التشيك بوينت يعني الامتحان هذا اللي حنعمله فور ديليشن سيلف رياكتيف تي سيل، عشان نمسح ونلغي التي سيلز اللي بيتفاعلوا مع السلف. وين بيصير؟ بالميدلة. هذا الحكي كمان The thymic epithelial cells express a nuclear protein. الثايميك epithelial cells هنا على الإبيثيليوم نفسها تبعت الثايمس راح تطلع لي nuclear protein اسمه AIR. أوكي اسمه autoimmune regulator، عشان أنا بدي أعمل regulation للautoimmune diseases اللي هي بتقتل الجسم. That induces the expression of a number of tissue-specific genes in the thymus. فهذا البروتين راح يعمل لي expression لخلايا، okay, خلايا number of tissue-specific genes، خلايا يعني جسم مختلفة، لكن وين؟ جوا الثايمس. These genes are normally expressed only in a specific peripheral organs. بالعادة هذول الجينات بشكل طبيعي موجودين بس في أعضاء معينة، تمام؟ بس انا جبتهم للثايمس عشان اعمل امتحان للتي سيل ريسبتور. Their air dependent expression، نعمل expression عن طريق الاير اوكي بالثايمس، makes many tissue specific peptides available للتي سيل ريسبتور. فزي خلاص هي الفكره، بس انه انا بجيب بروتينات تشبه البروتينات الموجوده عندي بالجسم، بعملها expression جوا الثايمس عشان تكون امتحان للتي سيل ريسبتور، عشان لو اتعرف عليها وهاجمها اروح احكي هاي التي سيل ما بدي اياها والغيها، فبعمل نيجاتيف سيلكشن. بس هذا هو تلخيص كل هاي.
حكينا انه بالمدله راح يصير عندي انه انا راح اختار اكون يا اما سي دي 8 يا اما سي دي 4. اوكي حصير سنجل بوزيتيف بيكوز 1 كو ريسبتور از شت اوف، واحد بنطفي راندوملي هذا الشيء بيصير، او از ا ريزلت اوف بوزيتيف سيلكشن اوف ثايموسايت، او عن طريق البوزيتيف سيلكشن اللي صار. ديفلوبمنت اوف ذا سيلف ام اتش سي restricted T cell reporter those that bind MHC1 الخلايا بالpositive selection. okay بالpositive selection في خلايا راح تربط بMHC1، في خلايا راح تربط بMHC2. اللي ارتبطوا بMHC1 حيصيروا CD8، واللي ارتبطوا بMHC2 حيصيروا CD4. كيف انا بحفظ انه مين هاي ومين هاي؟ انه دائما بدي النتيجة تكون عندي رقم 8، فواحد ضرب 8 يساوي 8، واثنين ضرب 4 يساوي 8. فال MHC class 1 هذا الموجود على الماكروفيجز او على خلايا الجسم، اوكي بيربط ب CD8 الموجود على ال T cell، وال MHC class 2 برضو الموجود على خلايا الجسم بيربط ب CD4 الموجودة على ال T cell. نحكي شوي عن الجاما دلتا تي سيلز اللي هم حكينا بشكله بس 10% من التي سيلز اللي حتصير. اسمهم برضو انترا ابيثيليال ليمفوسايتس. هدول ايش البروتينات اللي على ظهرهم؟ حيكونوا سي دي 4 نيجاتيف، سي دي 8 نيجاتيف، سي دي 3 بوزيتيف، لانه حكينا طالما انت تي سيل فانت لازم ال 3 يكون عندك بوزيتيف. طيب 5% موجودين بالبريفيرال بلود تي سيلز، frequent in mucosal epithelium موجودين بشكل بكثرة أكثر في mucosal epithelium. can help in antibody class switching as alpha beta T cells. الالفا بيتا T cells شغلهم إنهم يعملوا class switching للantibodies. إيش يعني؟ يعني يغيروا لي من IgM ل IgG ل IgA ل IgE وهكذا، بيساعدوا البي سيل إنها تغير هذا الإشي، هذا الإشي بنسميه class switching. أوكي هذا شغل الالفا بيتا T cell. وأيضا الدلتا جاما ممكن انها جاما دلتا ممكن انها تعمل هذا الشغل. طيب ايش كمان بتعمل؟ have regulatory function، الها شغل بالregulation والتنظيم. it sense tissue stress rather than antigen، بتحس انه في عندي tissue stress. اوكي مش انه في عندي antigens، لا في عندي tissue stress، فلما تشوف انه في عندي stress بتروح تعمل down regulation للdamaging immune response، بتحكي للجهاز المناعة بالله يخفف شوية، انت عم تضر التشو تبعتنا. اوكي بتعمل down regulation. بتساعد بالinnate immunity، كيف؟ لانه it sends the antigen directly. اوكي فلما تحس انه في عندي antigen هون بشكل مباشر بدون الحاجة لوجود processing، ايش يعني processing؟ يعني مش الماكروفاج بتيجي بتاكل الانتيجن وبتعمل له بروسيسنج جوا وبعدين بتطلعه على الام اتش سي بتعمل له برزنتيشن. فهاي العمليه كلها الدلتا جاما سيل ما بتحتاجها. اوكي ما بدها لا بروسيسنج ولا ام اتش سي ريستريكشن، خلص على طول هم بيحسوا بالانتيجن. اوكي فهذا الاشي مهم بالفيرال انفكشنز. also help in early life when alpha beta T cells and antigen processing is immature. بالحياة وإحنا صغار كمان early life لما يكون عندي الألفا بيتا T cells والأنتيجين لسه هذا الإشي مش متطور عندي، هاي الخلية بتيجي بتساعدني. since peptide and non-peptide antigens بتحس بالأنتيجينات البيبتيدية والمش بيبتيدية. تذكروا حكينا إنه قوة الأنتيجين بتكون لو كان بروتين، لو كان peptide بتكون أقوى، فهاي الخلية ممكن إنها تحس بالبيبتيدات بالانتيجينات اللي ما لهاش بروتين اللي مش بيبتيدية زي مايكوبكتيريا تيوبركلوسيس. نروح للبي سيلز، كيف بيصيروا عندنا البي سيلز؟ بحكينا انه برو بي سيل هي الايرليست ستيج موجوده بالبون مارو. تمام الريسبتور اكسبريشن، العملية ان انا احط ريسبتور على البي سيل هو اشي مهم جدا عشان الليمفوسايت تضلها عايشه. طيب ايش اللي بيصير؟ اول اشي اللي بيصير انه الهيفي تشين الطويله هي اللي بتتكون بالاول. اوكي فالتو هيفي تشينز فورمد بتكونوا. احنا حكينا انه الريسبتور تبع البي سيل هو انتي بودي من نوع اي جي ام، صح؟ ف تو هيفي تشينز من نوع اي جي ام بتكونوا بنسميهم اي جي اتش. طيب كيف هاي العمليه بتصير؟ حكينا الدي ان اي ريكومبينيشن بعمل لي الفاريبل ريجن عن طريق بي دي جي لانها هيفي تشين، صح؟
وبيعطينا ميو كونستانت سيجمنت لانه اي جي ام فهو ميو. اوكي والسيرجت لايت تشين، بعدين بتصير عندنا اللايت تشين. اللايت تشين حتصير اللي هي من في جي ريكومبينيشن بدون الدي. اوكي فهذا حيعمل لي البي بري بي سيل، فبرو بي لبري بي. كيف؟ انه انا عملت انتي بودي ريسبتور لكنه لساته مش كامل. طيب بعدين ايش حيجي عندي؟ اميونوجلوبين الفا وبيتا اللي هم هذول السيجنال ريسبتورز. اوكي الفا وبيتا راح يجوا ار بريزنت ان بري بيتا سيل از سيجنالينج مولكيول على البري بيتا سيل. طيب ليتر كومبليتد انتيجين ريسبتورز، متى بصير عندي الانتيجين ريسبتور كومبليت؟ حكينا ايش بحتاج كمان؟ formed by formation of light chain، بده light chain، ما عندي انا light chain، حيصير بدي عندي light chain يا اما كابا او لامدا. انا بفضل يكون عندي كابا، لو الكابا ما اشتغلت if fail نستعمل لامدا. اوكي هاي اللايت تشين حتكون في جي كونستانت لامدا او كابا. فاما تشور بي سيل هي كومبليت اي جي ام بي سيل ريسبتور، اما تشور بي سيل بتكون فيها اي جي ام بي سيل ريسبتور لكنه كومبليت. فهي بي سيل ريسبتور بري بي سيل، في عندي هيفي تشين، في عندي لايت تشين، في عندي الفا اي جي الفا واي جي بيتا. للبي سيل برضه بصير عندي سيلكشن بوزيتيف سيلكشن، بصير عندي نيجاتيف سيلكشن. البوزيتيف سيلكشن نفس اللي صار بالدي سيل، انه انا اي جي ريسبتور اللي بيعمل بايندينج للسيلف ام اتش سي اللي بيميز انه هذا ام اتش سي بقدر اني اربط فيه، هذا بنعمل له بوزيتيف سيلكشن بدنا اياه. لكن النيجاتيف سيلكشن هون هو اللي بيختلف، انه انا ما بروح بلغي الخليه بشكل كامل بعملها ديليشن اللي بتهاجم جسمي، لا انا ممكن اني اعدل عليها واغيرها. فالنيجاتيف سيلكشن بالبي سيل مش دائما بيصير، as just receptor editing happen، ممكن نعمل editing بس نغير على الريسبتور لو البي سيل ريسبتور strongly bind strongly self antigen، لو ربط بشكل قوي للانتيجين تبعوني انا بس بعمل له editing ما بنهي بشكل كامل. الايديتنج هذا شو بيصير؟ انه انا بدي اغير الفاريبل ريجن اكيد لانه هي اللي ربطت بجسمي. اوكي فهو عباره عن changing the variable part on the light chain، نغير الفاريبل ريجن الموجوده على اللايت تشين. replacing ال VJ، بنغير ال VJ of light chain مع new VJ recombination جديد. اوكي مع كابا او لامدا اللي هي تبعون الكونستانت ريجن. if editing in beta cell fail، لو ما زبط عندي الايديتنج هون خلاص بعمل deletion بروح بقتلها. بقي only 5% of formed T cells و 10% من البي cells selected، من كل الخلايا الان بعملها بس 5% هم اللي راح يعيشوا بالاخير، وهم بس 10% اللي راح يعيشوا لانه هون اكثر النسبه لانه انا بعمل editing ما بقتل الكل. most B cells migrate to peripheral lymph nodes، اغلب البي cells حيروحوا على lymph nodes. اوكي هون بصير عندي الماتوريشن عشان تصير ماتشور بي سيل باي اكسبريسنج اللي هم اي جي جي واي جي ام اي جي دي سوري اي جي دي واي جي ام، هون بتصير ماتشور لما يجي عندي الاي جي دي. لو سالوك ايش اول نوع من انواع الانتي بودي تبعون البي سيل اللي بتكون عندنا، حتحكي لنا دائما اكيد اي جي ام صح، لانه هو اللي حيكون ريسبتور، حيعمل لي ريسبتور هاي اولا. اوكي ثانيا منه نفسه الاي جي ام انا ممكن اتحول لاشياء اخرى، ففيرست كلاس اوف انتي بودي بروديوسد هو اي جي ام باي بايندينج، حكينا الكونسنتريشن تبعت ميو بالبون مارو. اوكي فبيعمل لي اي جي ام ريسبتور على البي سيل. بعدين بصير عندي شيء اسمه كلاس سويتش، انه انا احول الكلاس من اي جي ام لغيره. كيف بعمل هذا الشيء؟ بصير باللمف نود مبدئيا. اوكي لما انا اتعرض لانتيجين ولما يصير activation للبي سيل بيصير عندي class switching. okay use the same process to get different antibodies، لأنه أنا بغير ال constant region هاي بخليها يا إما جاما لل IgE يا إما دلتا لل IgD يا إما إبسلون لل IgE وهكذا. allelic exclusion بدنا نفهم شو معنى هذا المصطلح. مش أنا في عندي على DNA في جينات مختلفة بنسميهم alleles صح،
فنعتبر انه هذول كلهم هم الاوبشنز اللي بقدر اختارهم ل في اللي هو بالفي دي جي، صح؟ في في عندي في اوبشنز كثيره اللي هم هذول الاوبشنز. انا اخترت واحد منهم بس لنوع من الخليه، هذول كلهم الباقيين راح يصير لهم اكسكلوجن، خلص راح ما استعملهم، راح يكونوا مستثنيين. ليه؟ لانه بدنا هاي الخليه فقط تكون لي انتي بوديز خاصه بالانتيجين اللي شكله هيك، اوكي؟ فهي هي عم بتقلل لك اكسكلوجن. فافتر بي سيل برودوسز ا فانكشنال اميونوجلوبولين، اول ما تعمل اول اميونوجلوبولين شغال منيح، اوكي، بالفي دي جي، it cannot express any other variable region، ما بتقدر انها تختار اي variable region اخرى، خلص بتصير specific للاميونوجلوبولين الاول اللي عملته. Thus each B cell can produce antibodies containing only one kind of variable chain فقط، اوكي، فهي highly specific. It ensures that every B cell will express single receptor، هيك خلاص كل خلية واحدة بتطلع لي receptor من نوع واحد. Thus maintaining clonal specificity، انه انا خلاص clones في عندي هاي المستنسخين هدول كلهم بيشبهوا بعض وهم specific ما بيرتبطوا بشيء اخر. ايش اللي بيصير عندي بالجينيتك ري ارينجمنت او ريكومبينيشن؟ انا حكيت في عندي هاي الدي ان اي وعليه جينات الليلز مختلفه، ممكن اختار واحد منهم. ليه انا بختار واحد عوضا عن الثاني؟ بوجود مجموعه من الانزيمات دي ان اي ريكومبينيشن انكلود انزيمز. ايش هم هدول اسمائهم الانزيمات؟ شيء اسمه سينابسز، هذا بيعمل لي كروموسومال لوبس، بيروح بلف الكروموسوم هيك على بعضه. طيب إشي اسمه كليفج، بكسر، اوكي، زي راج 1 وفي دي جي ريكومبينيز، هدول دورهم انهم يكسروا، خلص بكسروا هاد بكسروا هاد. طيب هير بين اوبننج، مش الدي ان اي هيك بيكون خطين، فبيروحوا بيعملوا إشي زي شكل البوكله زي هيك، اوكي. فايش الانزيم اللي بيعمل هاي العمليه؟ اسمه ارتيميس اندونيوكلييز، اوكي، بيشيل بيسز، بيحط بيسز وما إلى ذلك. نحفظ إنه هاد بعمل لي هير بين الاسم هاد. وآخر إشي جوينينج، إنه يلصق، اسمه ليجيز من ليجيشن يعني يلصق، أوكي، هذا بيروح بلزق لي أشياء معينة، أوكي. and addition of new nucleotides، بيضيف لي نيوكليوتيدات جديدة. هذا بيصير وين؟ بالترمينال ديوكسي نيوكليوتيدل ترانسفيريز اسمه TDT، اوكي، هذا بيروح بيضيف نيوكليوتيدات جديده. هذول الانزيمز كلهم هم اللي بيعملوا لي عمليه الريكومبينيشن والري ارينجمنت. نحفظ انه كل انزيم ايش بيعمل، بيعمل لايجيز، بيعمل كليفج، بيعمل بلا بلا هيك. هاي الليمف نود، الليمف نود في لها افرنت ولها افرنت. افرنت يعني بجيب، افرنت يعني بيطلع. الماكروفاجز، هذا اختصار ماكروفاج، بتيجي بتدخل من الافرنت وبتطلع من الافرنت. جوا بالنص بتتعرف على مين؟ بتتعرف على التي والبي سيلز، اوكي. التي والبي سيلز من وين بيجوا؟ بيجوا من الدم طبعا، لانهم جايين من البون مارو او من الثايمس، بيجوا من الدم. الدم هذا الفيزل اللي بيدخل منه اسمه هاي اندوثيليال فينيول، لانه الاندوثيليوم عنده فيه طويله، اوكي، فهاي اندوثيليال فينيول. بيدخلوا البي سيلز والتي سيلز لجوا عشان يتعرفوا على الماكروفاج. ماكروفاج هاي السعيدة بتكون عاملة، طبعا هي جزء من الانيت اميونيتي، فبتكون عاملة برزنتيشن لانتيجين، اوكي. تيجي بي سيل النييف البريئة المسكينة اللي مش متعرضة لانتيجين بحياتها، بتربط بهذا الانتيجين، فهون بتصير اسمها افكتور تي سيل، بتصير جاهزة انها تحارب، اوكي، تصير افكتور. وين بدها تروح الافكتور تي سيل؟ حترجع على الدم عشان تروح على التيشو اللي فيه انفلاميشن. اما الماكروفاج بتكمل دورها ولا صار فيها اشي، بتكمل على الافرت اي 3 وبتروح على الليمف نود ثانية عشان تعمل نفس العملية. هلا البي والتي سيلز هدول نفترض انهم اجوا من الهاي اندوثيليال فينيول، لكنهم ما تعرفوا على ماكروفاج جوا، دخلوا هون وما تعرفوا على ماكروفاج، ايش بده يصير فيهم؟ بيرجعوا على السيركيوليشن، اوكي؟ سوري حكينا احنا برجع على السيركيليشن لو تعرفوا، ما بتعرفوا، لو ما تعرفوا خلاص بيكملوا على الافرنت، بيروحوا على لمف نود تانية يدوروا على انتيجين فيها، تمام؟ فلمف نود تيشو مينلي انيت سيلز زي الماكروفاج، الكارينج انتيجين، حاملين انتيجين،
أو الدندريتك سيل pass into the nearby node، بيروحوا على الليمف نود القريبة منهم عن طريق الافرنت ليمفاتيك فيزل. طيب جوا النود بيعملوا activation للتي والبي سيلز، then the innate cell، بعدين هاي innate cell بدها تطلع خلص، وين تروح؟ بتروح على الكورتيكال sinuses، then they leave via the efferent arteriole lymphatic sorry، then بيطلع بالإفرنت lymphatic. طيب في عندي نايف بي وتي سيلز، نايف معناها ان هم مش مفعالين، مش شايفين انتيجين بحياتهم، migrate to secondary lymphoid tissue، بيروحوا بدخلوا هون على السكندري ليمفويد تيشو اللي هي الليمف نود بهاي الحالة عن طريق إشي اسمه هاي إندوثيليال فينيولز. طيب إف ذا تي سيل ريكوجنايز أنتيجين، لو تي سيل شافت أنتيجين من الماكروفاج بصيروا اسمهم إفكتور سيل، وبرجعوا على السيركيليشن عشان يروحوا يهاجموا الإشي اللي بالمكان الإنفلاميشن. كيف برجعوا على السيركيليشن؟ ثرو الإفرنت ليمفاتيك، عن طريق الإفرنت ليمفاتيك برجعوا على السيركيليشن. If not activated بعملوا recirculate للليمف نود تانية، لو ما صار activation بروح على ليمف نود أخرى. So الإفكتور سيل حكينا سواء كانت CD8 ولا CD4 بتطلع من الدم وبتروح على peripheral tissue through the venules بمكان الإنفلاميشن. هلا the two molecules needed for selective entry of T cell للسكندري lymphoid organs عشان التي سيل تطلع من الدم وتدخل على الليمف نود بتحتاج تو مولكيولز اسمهم CCR7 و L-selectin. اوكي هدول بيكونوا بالنايف سيلز عاليين وجدين بشكل عالي، فبيقدروا انهم يدخلوا على الليمف نود. اوكي and are reduced، هدول البروتينات بتقل عددها لما تصير السيل effector تي سيل، لو كانت نايف بيكونوا عاليين، لو كانت افكتور بيكونوا واطيين، فعشان هيك الافكتور تي سيل ما بترجع على الليمف نود، بتروح على السيركيليشن وبتروح على مكان الانفلاميشن. اما الميموري سيلز في لهم نوعين، سنترال ميموري سيل هاي بتحب انها تضلها جوا الليمف نود، والافكتور ميموري سيل هاي الموجوده عندي بالتيشو، نفس الخليتين اللي حكينا عنهم قبل شوي، السنترال اللي بتضلها بالليمف نود فيها سي سي ار 7 وال سيلكتين، اما الافكتور فلو ليفل اوف سي سي ار 7 وال سيلكتين. اوكي فعشان هيك هاي السنترا بتروح على البريفيرال نود والافكتور بتروح على التشو. مره ثانيه عندي ليمف نود، ليمف نود فيها افرنت فيها افرنت، في لها اجزاء، هاي الجزء اللي برا بنسميه كورتكس، كورتكس جواته فوليكلز، الفوليكلز لها نوعين، فوليكل عاديه برايمري او سكندري، سكندري جواها شيء اسمه جيرمينال سنتر. اوكي ايش بيفرقوا عن بعض هدول؟ هاي مبدئيا الكورتكس هي المكان اللي بتكون فيه البي سيلز. اوكي البي سيلز بيروح بدخلوا على الفوليكل البرايم فوليكل جوا الليمف نود. اوكي بالفوليكل بتعرفوا على الانتيجين وبصير لهم اكتيفيشن، بعد ما يصيروا اكتيفيتد ببلش يصير لهم شو ديفرنشيشن بروليفريشن، فبتحول الفوليكل من برايم فوليكل لسكندري فوليكل. اوكي سكندري فوليكل شو جواها؟ جيرمينال سنتر. ايش هو الجيرمينال سنتر؟ جيرمينال سنتر هو المكان اللي فيه بصير فيه ديفرنشيشن لانتي بودي بروديوسينج بلازما سيلز، وبعدين البلازما سيلز هدول بيروحوا على الميدلا، هاي ميدلا اوكي بيروحوا عليها البلازما سيلز عشان يطلعوا لي انتي بوديز. Some memory cells reside in lymph node و some in tissue زي T cell. The acquired immunity لها نوعين، في active immunity في passive immunity. Active يعني أنا بدي أشتغل على الموضوع، أنا بدي أتعرض للأنتيجين وأكون الأنتيبوديز لحالي. Passive يعني أنا وأنا مرتاحة بيجيني الأنتيبوديز جاهزين. فactive induced by previous exposure to an antigen، أنا لازم أتعرض. Okay and host immune cells respond، وبعدين الخلايا تبعتي بيعملوا بتفاعلوا معه وبيعملوا لي انتيبوديز وميموري سيلز. اما الباسيف انه لا انا باخذ سيرم او ليمفوسايتس من حدا اميونايزد، اوكي يعني زي المطاعيم او زي انتقال الانتيبوديز من الام للطفل. يعطيكم الف عافيه.